كويس، ده معناه ان بذنب انا اصبته؟ لا، قد يكون. هنعرف دلوقتي الفرق بين البلاء والفرق بين رفعه الدرجه. انا اذا كنت على طاعه الله عز وجل وقرب قوي من ربنا سبحانه وتعالى ولا اعصيه وابني طلع اذاني، لا ده رفعه الدرجه، ده من البلاء اللي ممكن يصاب به المؤمن. ولكن انت عندك ذنوب، انت عندك معاصي ومش عايز ترجع، ومش عايز ترجع، ومش عايز تتوب، مش عايز تستغفر، مش عايز تنيب الى الله سبحانه وتعالى، وابنك يسلط عليك، لا اعلم ده بقى ان ده تكفير ذنب. اعلم بقى ان ده تكفير ذنب. يقول الحسن: اذا رايت من ولدك ما يسوءك فاعلم انه استعتاب من الله لك. تلاقي المدير بتاعك في الشغل شتمك واهانك وليست عادته، ده ذنب انت عملته، ذنب انت عملته. انت ازاي تكوني النهارده مضيعه للصلاه ومؤخره لها عن اوقاتها، وبعد كده تيجي تشتكي من زوجك؟ ده زوجك ده عقوبه من الله ليكي، راجعي نفسك تاني. سبحان الله، انت كنت زمان شغاله في الدعوه، زمان كنت شغاله في قراءه القران، زمان كنت شغاله في دروس العلم، زمان كنت بتعلمي الناس، تركتي كل ده كله، يجي زوجك يتسلط عليك ليه؟ عقوبه من الله، لانك قصرتي مع ربنا سبحانه وتعالى، لانك قصرتي مع ربنا. سبحان الله، حتى كان بعضهم يقول انني لا اعصي الله عز وجل. شوف حتى بعضهم، سبحان الله، اسمع: حتى يجعل الله كل احد يهينك، حتى اعدى اعدائك، حتى عدوك تلاقيه تسلط عليك. سبحان الله، انت بتسلط عليها ليه؟ ذنوبك ومعصيك، ذنوبك ومعصيك.